يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صليت بالناس يوما وتذكرت أثناء الصلاة أني لست على وضوء أثناء أي نعم وتذكرت أثناء الصلاة أني لست على وضوء فاستحييت من الانصراف أمام الناس فأكملت الصلاة على مضض، وبعد ذلك أعدت الصلاة لوحدي وتندمت وتبت إلى الله، فهل علي شيء غير ذلك؟ إذا تأكدت 100% أنك لست على وضوء فإنه لا يجوز لك الاستمرار في الصلاة، بل تنصرف وتخلف من يكمل الصلاة أو يبدأ الصلاة من جديد، هذا أحوط. وأما أنك تستمر وأنت محدث فإنها تبطل صلاتك وصلاة من خلفك، الخطر عظيم. هذا ليس فيه حياء، الدين ما فيه حياء. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.